بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب الصف رابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. نحن الآن في الأسبوع 12. الموضوع تلاوة سورة محمد من آية 27 إلى آية 32. افتح المصحف معي وحاول أن تطبق معي مهارات التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. حبيبي الطالب، أعد سماعك لهذا الدرس مرة ومرتين وثلاث حتى تطبق مهارات التلاوة. بارك الله فيك ووفقك.